شفت سيادتك؟ كنت عارف والله. الحمد لله الحمد لله. يا هم نزاح، ارتحتي يا ستي؟ معلش يا منصور، كنت ضغط عليك اليومين اللي فاتوا، بس دقوسة. خلاص يا ستي، عدت على خير والحمد لله. بس والنبي بقى ربي قوسة، ربي شوية عشان الواد ده ناقص تربية. منصور بيه يا منصور بيه، اتصرف مع الست دي يا يوسف عشان انا مش ناقص وجع دماغ. وتابع مع المحامين اجراءات خروج هيثم. اتفضل سعادتك انت والمدام، وما تشغلش بالك باي حاجه. يا بيه يا بيه يا منصور بيه يا منصور بيه يا سعاده البيه. عايزه ايه؟ مالك بتجري ورا الراجل كده ليه؟ مبروك يا استاذ يوسف. متشكرين يا ستي. هو انا هاخد الفلوس امتى يا استاذ يوسف؟ نعم، فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي وعدتوني بيها، الخمسة مليون جنيه. خمسة مليون؟ انت مجنونة يا ولية انت؟ استنى استنى صحيح، استنى عشان ما تزعليش بقى، خدي دول. ايه دول؟ انا عايزة فلوسي. فلوسك ايه يا ولية هبلة انت؟ هو انت عملتي حاجة؟ كده يا يوسف بيه؟ كده، ويلا اتكل على الله عشان مش عايزين نشوف سحنتك الكريمة دي تاني. حرام عليكم يا ناس، ده انا ماليش اي مصدر دخل. واحنا مالنا يا ست؟ هو قالوا لك عندنا جمعيه خيريه. طب خليهم 2 مليون بس، مليون مليون. اوعى يا ست انت من وشي وبطلي هبل، وسعي كده خليني امشي. حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ظلمه، حسبي الله ونعم الوكيل. كما توقع البعض، انتهت قضيه هيثم الرفاعي بالبراءه من تهمه قتل اسماعيل عبد الدين. وها هو رجل الأعمال منصور الرفاعي يشير بيده للجماهير بعلامة النصر، تأكيداً لثقته في العدالة وتأييداً لحكم المحكمة. منصور بيه، هل كنت متوقع حكم براءة؟ طبعاً، أنا ثقتي في العدالة ملهاش حدود. وإيه اللي كان مخلي حضرتك متأكد كده ومطمن من حكم البراءة؟ لأنها قضية ملفقة، الهدف منها التشهير وتشويه سمعة مجموعة شركات الرفاعي. يا ترى مين اللي ورا تنفيذ التهمة؟ عيل صحفي فاشل شغال لحساب حد بيموله. حد مين؟ اعداء النجاح كتير. والمدام ايه تعليقاتها على الحكم؟ كنت عارفه برضه انه هياخد براءه. انا ابني لا يمكن يرتكب الافعال المتدنيه دي ابدا. احنا مربيينه على الاحترام والادب ومساعده الغير. هيثم متربي تربيه مثاليه، تربيه بشوات زي ما بيقول. شكرا شكرا، بعد اذنكم يلا يلا يا سهير. سؤال اخير يا فندم، سؤال اخير، سؤال واحد والله العظيم. فوق ايه؟ زي ما حضراتكم شفتوا كده في البرزنتيشن، لو خطه التسويق اتنفذت بالشكل ده بالظبط، ممكن نحقق ارباح توصل ل 60% مقارنه بارباح السنه اللي فاتت. ولو ركزنا على التسويق الالكتروني اكتر هنحقق نتائج افضل. ممتاز يا فندم، خطه تسويقيه هايله جدا. يلا يا اساتذه ورونا همتكم، عايزين نفتح فرع التجمع بقى. التارجت هيتقسم ازاي السنه دي يا فندم؟ ما تقلقش مش هيزيد كتير، استاذ يوسف هيبعت لكم ايميل بتوزيع التارجت بتاع السنه دي. حد عنده اسئله؟ شكرا يا فندم، وان شاء الله سنه جديده سعيده علينا كلنا وعلى الشركه. بسم الله ما شاء الله، ايه الشغل العالي ده يا فندم؟ انا كنت قاعد منبهر طول البرزنتيشن. دي حاجة بسيطة يا جو، انا زمان كنت بعمل احسن من كده بكتير. متميز دايما يا فندم، وهنفضل طول عمرنا بنتعلم من سعادتك. والله يا جو، من ساعة ما خلصنا من موضوع قضية هيثم دي والواحد حس انه بقى خلاص كده فاق للشغل واستعاد نشاطه وتركيزه من جديد. ومين سمعك يا فندم؟ ده احنا كان كل وقتنا وطاقتنا ضايع في القضية دي. بالمناسبة صحيح، هيثم بيه عامل ايه دلوقتي في هولندا؟ كويس، بس بيصرف كتير قوي الولد ده. خليه يصرف وينبسط يا باشا، اهم حاجة يبقى مرتاح. ده نسمع ان هولندا دي الحاجة فيها ايه؟ لا هو مرتاح جدا ومش عايز يرجع كمان، واميرة كمان هتسافر قريب. هولندا برضو؟ لا امريكا، رايحة تدرس اخراج يا سيدي هناك، بس هتطول شوية، ممكن تقعد سنة ولا حاجة. حلو حلو قوي، خليها تعمل اللي هي عايزاه، المهم تبعد عن اللي اسمه صالح ده. قولي صحيح، أخباره إيه الواد ده؟ بيعمل إيه اليومين دول؟ مالوش حس يا باشا، ومش باين خالص. ومجاهد قال لي إنه ساب الجريدة من فترة. غريب قوي، معقول عايش كده ما بيعملش أي حاجة في حياته؟ أحسن يا باشا، خليه كافي خيره وشره. على رأيك،
قولي بقى عملت ايه في الدولارات؟ صالح ايه اللي منيمك هنا؟ انا بنام في اي حتة اميرة، في النادي، في الشارع، في الجراج. ليه كده؟ ما بتروحش بيتك ليه؟ ما بقتش طايق البيت ولا الجريدة ولا الكافيه ولا اي مكان بيفكرني بالقضية. طب وبعدين؟ انسى يا صالح، انسى. انسى ايه؟ انسى القضية، ما لازم نعيش حياتنا عادي، يعني هنموت؟ قضية وخلصت يا صالح، حصل ايه ده كله؟ ما حصلش حاجة، المشكلة ان ما حصلش حاجة. وانت ذنبك ايه؟ في ايدك ايه تعمله؟ هو ده، مفيش في ايدي حاجة. احساس العجز والضعف ده صعب قوي، انا مش عايش زومبي يا اميرة. قضية وخسرتها، مش نهاية العالم يعني يا صالح؟ دي مش قضيتي انا، ولا حتى قضية عم اسماعيل، دي قضية كل واحد بيتظلم ومستني القانون يجيب له حقه. فلو القانون ما نصفهوش ما تلوموش بقى لما يفكر يجيب حقه بطريقة تانية. كفاية جلد زيت بقى، انت عملت كل اللي تقدر عليه. انت عارفة زمان علمونا في الصحافة ان الكلمة سيف اهم من النفوذ والسلطة والفلوس، بس للأسف كل ده طلع كلام، كلام وخلاص. لا يا صالح، انت كلمتك عملت كتير، كفاية انك كنت خصم قوي قدام منصور، انت كنت رعبهم بكلمتك. والنتيجة ايه بقى ان شاء الله؟ هيثم الرفاعي حر، وهيقتل تاني وتالت ورابع، ويتحرش ويختصب براحته. الفكرة مش في هيثم وابوه بالتحديد، الفكرة في الظلم والفساد واستغلال النفوذ أسوأ استغلال. الناس دي طول ما هي موجودة في البلد عمرنا ما هنشوف إنصاف للحق أبدا. طب الراحة طيب، وقوم روحك، انت شكلك مرهق قوي. أنا مش همشي من هنا غير لما أشوف جنى بنتي. افرض ما جاتش النهاردة. مش مهم النهاردة، بكرة، بعد السنة الجاية هفضل مستنيها، يمكن تكون المرة الأخيرة اللي هشوفها فيها. ايه، هو انت ناوي تهجر؟ انا ما اقدرش اسيب البلد دي يا امير، عمري ما هسيبها الا على جثتي. انا بقى عكسك خالص، ما بقيتش قادرة اعيش فيها بزحمتها ومشاكلها. انا مسافرة امريكا الاسبوع الجاي. مبروك. بس انا مش هقدر اسافر طول ما انت كده. انا كويس يا امير، ما تقلقيش علي. لا مش كويس، ده مش صالح اللي انا اعرفه. ما تشغليش بالك بيه، سافري انت ودرسي الحاجة اللي بتحبيها وتبسطي. بس عايز اقولك حاجة، اي بلد في الدنيا فيها مشاكل، يعني لو كلنا هربنا وسبناه مش هيتبقى فيه غير منصور واللي زيه. جانا جت اهي، ثواني ثواني وهرجع لك تاني. خد راحتك. جانا، جانا، ازيك يا استاذ صالح؟ اسمعي يا دادا، انا دلوقتي هشيل جانا واحضن حضن كبير قوي، وهبوسها من الخد ده ومن الخد ده، وانت هتخليني اعمل كده بمزاجك او غصب عنك. لو سمحت انا عاوز السطور اللي متعلق فوق ده، بس بعد اذنك سنهولي جامد. يوسف عدي بكره على المزرعه اشوف الشغل ماشي ازاي هناك. ماشي زي الفل يا باشا، انا متابع معاهم يوميا. عايزك تروح بنفسك برضو، بتفرق، وعود نفسك تروح لهم مرتين في الشهر على الاقل. اوامرك يا باشا. يلا انا همشي بقى، عايز حاجه مني؟ سلامتك يا باشا، انا هنزل معاك بس عشان اخد الورق اللي في العربيه. طب يلا. رايح فين يا استاذ؟ داخل جوه. عايز مين يعني؟ عايز اقابل منصور. منصور؟ توصل منصور بيه؟ ايوه منصور بيه، بس مفيش زيارات لسيادته في الوقت ده، وما بلغناش ان في حد جاي له. بس انا لازم اقابله، لازم اشوفه. شكله مجنون ده ولا ايه؟ اتفضل يا استاذ من هنا، منصور بيه مش موجود. ده موجود وعربيته بره، انا عايز منصور رفاعي. قول له صاحبك عايز يشوفك. منصور يا رفاعي! ايه الدوشه اللي على البوابه دي؟ مش عارف يا باشا. ايه ده؟ ده الواد الصحفي. يا حرام، هو شكله بقى عامل كده ليه؟ منصور بيه، انا عايز اقول لك كلمتين بس. بس بس سيبوه. عايز ايه؟ مش خلصنا يا ابني من القصه بتاعتك دي ولا ايه؟ قصتك انت اللي خلصت، بس انا قصتي لسه ما خلصتش، وانا ما عنديش وقت اضيعه في حكاياتك دي. لا انا مش هاخد من وقت سيادتك كتير، هي كلمه واحده بس ومش هتسمعها اصلا، هتحسها.
خد يا منصور يا رفاعي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ابعدوه ابعدوا الواد عني. ايه ده ايه ده الهبل ده؟ اتصلوا بالشرطه حالا. ايه ده؟ فك الحديد من ايده يا ابني. مية المية علي اللي اخترع الكلبش ده كان جبان. معاك سيجارة علي؟ انا ما بدخنش يا صالح. انا عاوز سيجارة يا علي. هات سيجارة يا ابني. عملت كده ليه؟ كان نفسي تشوفه علي وهو سايح في دمه. منظر جميل. كان نفسي كمان عم اسماعيل يشوف المنظر ده. كان نفسي اسجل الاعتراف بس انت قلت مش هينفع الاعتراف. دم مين؟ دم الغزال. دم مين ايه علي؟ دم منصور الرفاعي. مات وريح ناس كتير قوي. محدش بيموت بسكينه خشب يا صالح. خشب ايه؟ انت تهجمت على منصور في شركته بسكينه خشب. انت بتقول يا علي خشب ايه؟ فهمتك. انت عايز تطلعني براء، عايز تطلعني مختل يا علي صح؟ اطمن يا علي انا كده كده هطلع براء. انا هجيب الدكتور نبيل العباس يترفع عني ويخلي القضية عبارة عن قتل دفاع عن النفس او قتل دفاع عن الشرف او قتل دفاع عن البلد يا علي. ما حصلش يا صالح، ما حصلش حاجة. بقولك طعنوا 4 طعنات يا علي في بطنه وصدره ورقبته، اكيد مات يا علي. انت اصلا ما شفتش اللي حصل. كل حاجة متصورة بالكاميرات يا صالح. افرض ده كان حصل بجد، كنت اتهجمت عليه بسكينة حقيقية، كنت هتستفاد ايه؟ ما كانش هينوبك غير البهدلة والسجن. ما بره سجن وجوه سجن يا علي. انت مش مطلوب منك اكتر من اللي اتعمل. هو اي واحد القانون ما جابلوش حقه ياخده بدراعه كده هتبقى غابة يا اخي. افتح التحية يا علي، افتح والنبي يا عم افتح، خلينا الحق سرير نضيف في السجن. قدامك واحد قاتل وبيعترف بجريمته. انا طعنت منصور الرفاعي 4 طعنات. انت اعصابك تعبان يا صالح، مش متزن. ايوه علي، انا جعان. ايوه انا جعان، انا لما بجوع. بقولك يا علي، هو احنا ينفع نطلب اكل جوه السجن ولا لازم اكل من الاكل اللي بيعملوه؟ هما بيعملوا فعلا عدس بس ولا بتغيروا؟ لا اكيد بتغيروا، يعني شغل السيما ده صح. قال يعني بقولك انا ينفع اخد موبايل معايا جوه السجن صح؟ يعني اعتبرني ابن منصور الرفاعي زي ما بتعدله عدالي. ومعلش اخر حاجه بس يا علي، ينفع اشوف جانا كل يوم في السجن؟ ايوه انا عايز اشوفها كل يوم في السجن. ومعلش انا عارف زهقتك معايا بس اصلي مش مستعد، يعني مش حاطط خطه بالظبط. انا يحول المتهم للطب النفسي للكشف على قواه العقليه على ان يعاد التحقيق معه بعد الاطلاع على التقرير الطبي الوارد من الجهه المختصه.